وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان. هنروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره، مراسلتنا العزيزه هناك منى ابراهيم عشان تنقل لنا الاجواء وكمان تقول لنا اخر الاخبار. يا منى صباح الخير، مصبح عليكي انا وكريم وكل اكيد جماهير دلوقتي 10 الصبح في الاهلي اللي بيتابعنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي باكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده. خلوني بس في البدايه اطمنكم على حاله الطقس هنا في النادي الاهلي في مقر الرئيس للنادي الاهلي في الجزيره، وكمان الحاله المروريه في الاماكن المحيطه بالنادي. يعني يمكن درجه الحراره الطقس حاليا من داخل النادي 13 درجه، يعني الجو الشمس طالعه بشكل كويس من الصبح، الجو دافي، يمكن طلوع الشمس كمان مدي دفء اكتر يمكن مدي دفء اكتر للجو. كمان لاحظت وجود بعض الاعضاء في تراك النادي بيمارسوا رياضه المشي، ده طبعا نظرا لحاله الجو النهارده ان شاء الله يعني هتكون احسن من الايام اللي فاتت. اما بالنسبه للحاله المروريه فيعني برضو في سيوله مروريه جيده في المناطق المحيطه بالنادي الاهلي هنا، يعني جيت في وقت اسرع من المعتاد النهارده. خلوني بقى اقول لكم ان اعضاء النادي هنا في فرع النادي بالجزيره زي جماهير الاهلي كلهم وزي جماهير مصر كلها في حاله ترقب وانتظار لمباراه منتخبنا الوطني غدا امام الكاميرون الساعه 9 مساء في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يعني الناس كلها هنا في النادي طبعا بتتكلم عن جاهزيه لعيبه مصر، خاصه بعد ما نتيجه المسحه طلعت سلبيه لجميع اللاعبين. كل التوفيق منتخبنا الوطني، ان شاء الله نعمل مباراه مهمه، طبعا مباراه كبيره كل المصريين بيستنوها، ان شاء الله يفرحونا ويبقوا في النهائي باذن الله. ومن الكاميرون لابو ظبي، حيث يستعد فريق الاهلي بطل افريقيا للقاء منتير المكسيكي في كاس العالم للانديه بالامارات. يعني المباراه هتكون يوم السبت المقبل ان شاء الله الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. النهارده يعني يمكن النادي الاهلي هيؤدي مرانه الثاني في الامارات، وان شاء الله مستر موسيماني يطمئن على جاهزيه كل الفريق وكل عناصر الفريق. يعني يمكن طبعا في ظل الغيابات الكثيره، في ظل كمان الاصابات الكثيره، لكن زي ما بنقول دايما الاهلي بما حضر، ان شاء الله ايا كان مين اللي هيكون موجود، دي اي حد بيرتدي تيشرت النادي الاهلي بيبقى جماهير النادي الاهلي عندهم ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله يفرحونا. خلونا بقى ننتقل لباقي الاخبار الرياضيه هنا من النادي الاهلي. خلونا نبتدي بكره السله رجال. طبعا في دلوقتي توقف دولي علشان طبعا منتخبنا الوطني، يعني يمكن خلوني اقول لكم ان مدرب منتخبنا الوطني لكره السله الكندي روي رانا استدعى 5 لاعبين من شباب سله الاهلي لقائمه منتخب الاولمبي لكره السله، وهم عمرو زهران، عبد الله ناصر، محمود وليد، كريم حاتم، وسيف صلاح المعار الى نادي طنطا. كمان استدعى المدرب من رجال الاهلي 6 لعيبه للمشاركه في تصفيات كاس العالم لكره السله، وهم ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، سيف سمير، عمر عزب، واحمد اسماعيل. كل التوفيق اكيد ليهم ولمنتخبنا الوطني. اما لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم، مستمرين في استعداداتهم وتمريناتهم النهارده علشان مواجهه نادي الشمس يوم السبت القادم من بطوله الدوري. خلونا بقى نروح لكرة الطائرة ورجال كرة الطائرة اللي بيواصلوا مشوارهم في بطولة كأس مصر لاستعاد اللقب المعتاد. بعد فوز الماسترز طبعا رجال كرة الطائرة وتألقهم في الدور الثمانية والنتيجة اللي انتهت ب3-0 على نادي سبورتنج، تأهلوا إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر اللي هيواجهوا فيها الفائز من مباراة بتروجيت والزهور إن شاء الله. يعني يمكن كمان من الأخبار السارة يا هوندي كريم إن أمس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أصدر قرار بالسماح بالوجود والحضور الجماهيري لمباراة هذا الموسم تحت إشراف النادي المنظم للمباراة. أكيد طبعا يعني وجود الجمهور في الصالات سواء طايرة سلة أو يد بيكون حاجة حلوة جدا، يعني بتحفز أكيد اللعيبة، بتحسسهم بالحماس أكتر ووجودهم في الماتش بشكل أقوى. سيدات كرة الطائرة مستمرين أيضا في تمريناتهم لمواجهة نادي هليوبلس ضمن منافسات الدور الثمانية من بطولة كأس مصر اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة الساعة 6 مساء على صالة الشهداء هنا في المقر الرئيسي بالنادي الأهلي بالجزيرة. أما كرة اليد رجال بيواصلوا أيضا استعداداتهم لمواجهة نادي سموحة في الدور ال16 من بطولة كأس مصر يوم السبت المقبل.
يعني يمكن الفريق كان فاز وتعادل تعادل في مباراته الاخيره مع نادي الزمالك، انهى الشوط الاول لصالحه بنتيجه 16-15، ولكن في الشوط الثاني تعادل وانتهت النتيجه 29-29 طبعا بتعادل للفريقين. لكن المباراه كانت شهدت نديه كبيره جدا ويعني وتالق كبير من لعيبه النادي الاهلي. خلونا بقى ننهي بفريق كره الماء للنادي الاهلي اللي امبارح حقيقي فاز فوز كبير جدا واكتسح فريقه نظيره فريق هيئه قناه السويس بنتيجه 20-2. يعني المباراه دي كانت جمعت الفريقين في نادي على حمام سباحه نادي الجزيره ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. يعني يمكن الاهلي هيقابل ان شاء الله نادي الجزيره يوم السبت القادم. يعني يا هوندي يا كريم، دي كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. بشكركم جدا على المتابعه والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. يعني تغطية أكثر من رائعة حقيقي يا منى، بنشكرك عليها جدا. وإحنا شايفين يمكن من باك جراوند عندك كمان في توافد لأعضاء من أعمار مختلفة، يعني شفنا جد تقريبا مع أحفاد وناس بتعدي من وراكي، فكويس جدا برضو الحركة، أنا بحبها جدا في النادي. يعني لا تنقطع على فكرة برضو من الأعضاء، روح أي وقت هتلاقي أعضاء متواجدين. رايحين يطمنوا على حائط البطولات وشوفوا أخبار الكؤوس والدروع والحاجات. حتى هذه اللحظة كل ما بتروح بتلاقي زحمة كتيرة جدا، ناس حتى لو أنت اتصورت مرة واتنين حابب إن أنت تتصور، لأن كل فترة بيبقى فيه زيادة. طبعا.